السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الأثناء هذه بعد صلاة الظهر صلينا صلاة الغائب على الأموات اللي ماتوا في هذا الزلزال هذا، وكنسألوا الله الرحمة لهم. والحمد لله وخا حنا بعاد في مدينة طنجة، إلا أننا قلبا وقالبا مع هاد الناس هادو واللي في ذك المناطق، وحنا كنحسوا بهم وعايشين معاهم. وهاد الصلاة اللي صلينا عليهم وخا بعادين، إلا ورحنا صلينا عليهم بواحد القلب وواحد الخشوع بواحد الطمئنان. الصراحة ما نكذبش عليكم، يعني متأثرين بزاف وما نعسناش، والماكلة ما كتوزناش، لأن حنا في هاد البلد السعيد رحنا جسم واحد وقلب واحد، ومن طنجة للقويرة حاسين بهاد الناس كاملين، والله يرحمهم ويوسع عليهم، والمرضى الله يشفيهم. وكنشكروا من هذا المنبر هذا كاع الناس المتعاطفين، ولمست حتى في المسجد هنا الناس كل شيء وحرصوا على الصلاة الغائب، يعني جاوا بكثرة في هذا المسجد هذا. الحمد لله على هذا البلد السعيد وعلى هذا التكاتف وعلى هذا التآزر اللي واقع هنايا، والله يرحم الجميع. وكنشكروا الإذاعة ديال هيسبريس اللي حاضرة في جميع الأماكن وفي جميع المواقع. قلبنا معاهم، اللهم اغفر لنا ولهم، الله يصبر الاهل ديالهم. حنا دابا عاد صلينا صلاه الغائب، اللهم اغفر لنا ولهم، الله يرحمهم جميعا. الله يعذب اجر في هذوك الناس هذوك كاملين، الله يدخلهم الرحمه والمغفره. وحنا قبضنا كيتقطع عليهم، ما قادرينش على شي حاجه، ونتمنى الله يدخلهم الرحمه والمغفره. اللهم اغفر لنا ولهم، الله يدخلهم الرحمه الواسعه في العواش المباركه يا ربي. اللهم اغفر لنا ولهم في سبيل الجميع في الحقيقة، وفي سبيل الله جميعا. ونحن في الحقيقة في غاية من الألم والحزن إن شاء الله. الله يعظم الأجر للجميع، هذا ما كاين، ولعله خير من بعد ذلك إن شاء الله. عزاؤنا واحد في شهداء الزلزال، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا خيرا منهم يا رب العالمين. وعزاؤنا لدولتنا ولملكنا ولشعبنا، كلنا أن يجب أن نتحد ونؤازر بعضنا في هذه الفجعة الكبرى، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الصالحين وأن يرفع درجتهم في الأعلى العليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إن لله وإن إليه راجعون. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.